معانا كابتن ماجد عاشور المدير الفني للمنتخب المصري لتنس الطاوله. كابتن ماجد، هي الساعه كام عندك دلوقتي؟ الساعه داخله على 5 صباحا اهو. 5 صباحا، انا بنعتذر جدا ان احنا مصحيينك في الوقت ده، لكن الحقيقه انجاز عظيم لعمر الحقيقه والتنس الطاوله ما كانش حد متخيله. قول لي ليه اللعبة دي احنا كمصريين وعرب بعيد عنها، هل هي مسيطر عليها من شرق اسيا بس؟ تماما، هي فعلا المشكلة في تنس الطاولة ان الصين نمرة واحد طبعا. الصين تحديدا بتبقى صعبة قوي قوي، يعني مش علينا احنا بس، على العالم كله، يعني الصين في حتة وبقية العالم في حتة ثانية. ممكن يجي بعد الصين مجموعة من شرق آسيا زي اليابان، زي التشاينيز تايبي، كوريا الجنوبية، والباقي بقى أوروبا، وإحنا معاهم بنعافر يعني عشان نعمل حاجة. يعني بس الحقيقة أنه يعني وصول عمر لهذه المرحلة قدام لاعب تايواني برضو ده إنجاز. ده كان الإيه، المصنف الخامس؟ هو عمر بداية البطولة كلها القرعة كانت صعبة حقيقة، يعني أول مباراة لي كانت مع لاعب أوكراني بس صيني أصلا برضه، يعني متجنس، فلاعب قوي جدا، مش ما يعتبرش أوروبي يعني. قدر يفوز عليه 4-3 بعد مباراة عصيبة جدا متكافئة، بس الحمد لله عمر قدر يفوز. تاني مباراة لي كانت مع لعيب سويدي اسمه ماتياس، ده اخذ ثاني عالم في بطوله العالم الاخيره، قدر يفوز على بعض لعيبه الصين، يعني في مفاجاه كانت كبيره في المجر. ده كان ثاني مباراه، وهو اللعيب ده الحقيقه يعني لعيب قوي جدا، بس برضه عمر قدر يكسبه 4-3 في مباراه كانت عصيبه جدا، كانت النهارده يعني خلصت الساعه 5 العصر. فوجئنا ان المباراه اللي وراها مع بطل تشاينيز تايبي الساعه 9:30، فرق كان قليل قوي بين المباراتين يعني. فعمر يعني عملنا استشفاء سريع وقدرنا نجهزه للمباراه الثالثه دي، واللي هي كانت على تاهله ان هو يخش دور ربع النهائي، والحمد لله المباراه كانت في منتهى القوه، وعمر قدر يكسب برضه 4-3 ليحقق الانجاز الكبير ده لمصر والدول العربيه كلها والافريقيه، ان هو قدر يوصل لدور ربع النهائي، وهيلعب بكره ان شاء الله على ميداليا. يعني هو صحيح هيقابل اللاعب مالونج، ده بطل عالم ويعني بيصنف ان هو اعظم لاعب حاليا في الكون، يعني سين ستار اعظم لاعب في الصين. ده ماتش صعب جدا. هو كده بيلعب ماتش صعب جدا، يعني احنا كده بنلعب على البرونز مش كده؟ يعني احنا دور الثمانية لو عمر ان شاء الله تخطاه دخل في المربع الذهبي، يعني يبقى عنده فرصة ان هو يجيب ميدالية ان شاء الله. طبعا هي مباراة صعبة، طبعا لانه بيلعب كده امام، بس الحقيقة عمر يعني استعد استعداد كويس جدا، يعني احنا يعني الكلام ده ما جاش من فراغ. احنا كنا رحنا قبل ما نيجي على طول طوكيو، عملنا معسكر في المانيا علشان عمر كان في المانيا، هو مقيم في المانيا، فعملنا المعسكر هناك عشان يتجمع مع لعيبتنا ويتمرن معانا ويبتدي يخش في اجواءنا تاني. كان واضح جدا من المعسكر ان هو جاهز، يعني كل اللي كان بيتفرج عليه في التمرين يجي يقول لي ان احنا شايفين عمر ممكن يعمل حاجه في الاولمبياد. أنا كنت شايف من وجهة نظري إن هو يقدر فعلا، وكان كل كلامي معاه إن عمر مفيش مستحيل، الطاولة صعبة وليها خصوصيتها، والأبطال العالميين دول لهم تقولهم، بس أنت ما تقلش عنهم. وفعلا الحمد لله التمرين والمعسكر ده جاب نتيجة وقدر يحقق الإنجاز ده. يعني هل بنراهن على اي حد تاني غير عمر، ولا هو عمر دلوقتي في تنس الطاوله هو الاساس بتاعنا؟ لان دي لا، هو عمر اللي فاضل. احنا في يعني نظام الاولمبياد ان احنا بنشارك باثنين لعيبه بس في المسابقه الفردي، كان احمد صالح، واحمد صالح خسر من لعيب من اليونان في المباراه الثانيه، وعمر اللي مكمل. ان شاء الله في مسابقه الفرق احنا هنشارك فيها
هتبدأ يوم 1 أغسطس، بس للأسف القرعة برضه وقعتنا مع الصين، يعني هنلاعب الصين في الفرق. الفريق عندنا مكون من عمر عثر وخالد عثر وأحمد صالح، الثلاثة دول. بس القرعة جت إن إحنا هنلاعب الصين، فيعني نتمنى إن إحنا يعني نأدي برضه إن شاء الله مباراة. المهم نأدي أداء جيد، وإن شاء الله العمر نتمنى له التوفيق ومجهود كبير، ليك وكابتن عاشور دي صورتك وأنت بتحضنه، فيعني أكيد يعني كانت لحظة سعيدة جدا بالنسبة لكم. جدا جدا، يعني أنا عايز أقول لحضرتك البعثة المصرية إحنا قاعدين كلنا في مبنى واحد، كل اللعبات في تحت في الريسبشن تحت كده، صاله كبيره فيها شاشه تلفزيون. فلما رجعنا لقيناهم ان هم كانوا قاعدين كل اللعبات، فريق الهاندبول والريشه الطايره، كل اللعبات بيتفرجوا على الماتش وبيشجعوا زي ما يكونوا قاعدين في الملعب. أيوة. حتى في فيديوهات صوروها للعيبه وهم بيشجعوا عمر، حاجه جميله يعني، تحسي روحهم جميله كلهم اللعيبه مع بعض. طبعًا وكل طبعًا الفرق نفسها اللعيبه الثانيه تعمل انجازات. طبعا في النهايه هي الفرق المصريه وبتحمل اسم مصر، فلازم كلنا نبقى يعني في حماس كده ودعم لبعضنا. ربنا يعني اتمنى لكم كل توفيق. كابتن ماجد عاشور مدير فني المنتخب المصري لتنس الطاوله، شكرا على المجهود عمر، وادائه ما كانش من فراغ، اكيد كان من تدريب مستمر واعداد مستمر. نتمنى برضو لباقي الفرق وباقي اللاعبين، وعمر بكرة عنده ماتش صعب صعب صعب.